أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر في اجتماع طارئ برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء. وأكدت الهيئة رفضها منطق الوصايا والذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، كما شددت على دعمها للموقف المصري للحفاظ على أمن مصر وسلامتها وأمن المنطقة بأكملها.